وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على تخفيض نسبة المقدم أو المقدم وزيادة مدة السداد للحاصلين على موافقات وأيضا لتقنين وضع اليد على الأراضي بالمدن الجديدة نظرا لإثبات جديتهم. هذا ووافق المجلس على إتاحة قطعتي أرض بمدينتي حدائق أكتوبر وغرب أسيوط لإقامة كنيستين لطائفتي الكاثوليك والأرثوذكس، وبالإضافة إلى تخصيص 3 قطع لإقامة أراض أو سنترالات للشركة المصرية للاتصالات بمدن العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والقاهرة الجديدة.